السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم بعض المشتريات ولا شي حويجات اللي خديتهم للتقضيه الشهريه اللي ضروريين كنتقداهم كل شهر. بزاف ديال البنات كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات هادو. كنحرص على انني ننزل فيديو واحد في الاول ديال الشهر تكون فيه بحال هكا مشتريات تقضيه بحال هكا كتعم الاستفاده بيناتنا. شي حويجات ما كتكونوش عارفينهم ولا غافلين عليهم كتشوفوهم معايا، وحتى نتوما كتخليو ليا في التعاليق الاراء ديالكم وحتى انا كنستافد منكم. في الفيديو اللي فات ديال الشهر اللي فات فاش شاركت معكم التقضيه الشهريه كانوا جاوني بزاف ديال التعاليق لتحت، نزها شاركي معنا كيفاش كتوفري في المصروف، نزها كيفاش شحال كتقام عليك التقضيه ديال الشهر. كانت واحد الاخت خلات واحد التعليق قالت بانها كتقضى 900 اورو الشهر ما بين التقضيه المستلزمات ديال الدار وما بين بحال هكا لي كوش ديال البنيتات ديالها والحليب ديالهم. وبزاف ديال البنات مشاو عندها وقالوا لها بزاف 900 اورو الشهر ماشي بزاف. البنات خصكم تعرفوا على حساب كل دولة. المعيشة في إيطاليا راه ماشي هي نفس المعيشة اللي في إسبانيا، ماشي هي نفس المعيشة اللي في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، فكتختلف المعيشة على حساب الدخل الفردي ديال كل واحد، على حساب شحال من واحد كيخدم في الدار. كاين الدار اللي كتخدم فيها المرأة والراجل كيكونوا معاونين، ف 900 يورو ما كتجيهمش بزاف. كاين الدار اللي كيكون خدام فيها غير الراجل، وكاين الدار اللي كتقدى فيها المرأة هي اللي كتسير الميزانية ديال الشهر. كاين الراجل هو اللي كيتقدى ما كيعطيش للمراه تقدى. خاصكم تراعيوا لهاد الحويجات هادو. من دار لدار كتختلف بزاف ديال الحويجات، يختلفوا عدد الافراد اللي كاينين في الاسره. بحال مثلا هي قالت انا وراجلي وجوج بنيتاتي. كاينه الدار اللي فيها 6 ديال الناس، 4 ديال الناس، على حسب البنات. كل بلاد وظروف المعيشه فيها وعلى حسب الدخل الفردي ديال كل واحد كيقدر يسير راسو وكيقدر يسلك راسو كل شهر. فضروري تراعيو لهاد النقط هادو، حيت كاينه اللي غتقول لكم انا كنخسر 600 اورو، كاينه اللي غتقول لكم انا كنخسر 900، كاينه اللي غتقول لكم لا انا كنخسر غير 250 اورو، غير 300 اورو كتكفيني كل شهر. فراعيو لعدد افراد ديال الاسره، الدخل ديال الاسره، راعيو شحال من واحد خدام في الاسره. كاين تبارك الله اللي كيكونوا وليداتها خدموا كيعاونوها، مثلا كيعطيوها مثلا واحد 100 اورو ولا 150 اورو باش كتعاون على التقضيه ديال الشهر. خاصكم تراعيو لهاد الحويجات هادو. داك الشيء كاين اللي كيقول لكم 900 اورو كتجي عادي، كتكون مثلا راجلها كيشد مزيان، كيخدم سوايع زايدين، بزاف ديال الحوايج البنات كيدخلوا في هاد التسيير ديال التقضيه بحال هكا وديال التدبير ديال كل شهر. فضروري ما تراعيو لهاد الحويجات هادو. المهم البنات غادي نشارك معكم البنات اللي ما شافوش الفيديو اللي فات ديال الشهر اللي فات ديال التقضيه الشهريه، غنخلي لكم الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف باش تمشيو وتشوفوه بحال هكا وتستافدوا. غادي نشارك معكم شي حويجات اللي جبتهم هاد الصباح من ليدل. انا كنت تقديت التقضيه ديال الشهر، تقديتها كلها من ايبرتوزانو بما فيه عطريه، بما فيه زيت، حليب، دقيق، المهم كاع داكشي اللي كيخصني في الشهر. راكم عارفين البنات وليت كنتقداه من ايبرتوزانو. بقاو لي غير شي حويجات جبتهم من ليدل. غادي نشارك معكم شي حويجات غير بحال هكا باش تعم الاستفاده بيناتنا كما كنقول لكم ديما. البنات ما غاديش نشارك معكم التقضيه الشهريه بجميع التفاصيل ديالها باش ما يجيش بحال هكا التكرار في الفيديوهات، حيت كاينين شي حويجات اللي كنجيبهم هاد الشهر اللي من بعده غير باش ما يجيش التكرار. المهم انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي نزلت فيه التقضيه الشهريه ديال الشهر اللي فات لتحت في صندوق الوصف، بالنسبه للبنات اللي مازال ما شافوش يدخلوا ويشوفوه. كنشارك معكم الحويجات اللي كنتقداها والاثمنه ديالها والبليصات منين كنتقدا، فغادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف بالنسبه للبنات اللي مهتمات. المهم شي حويجات خليتهم منزلين فوق الطابله، قلت ضروري ما نشاركهم معكم قبل ما نديرهم في بلاصتهم. منهم هذا البلوك هذا ديال الفرماج، هذا راه علين فيه 3 كيلو، فيه علين 4 كيلو البنات، كيتقام اقتصادي تقريبا كيتقام بشي 13 اورو. كانوا نصحوني به بزاف ديال البنات معايا في القناه، قالوا لي نزها بقاي تاخديه راه كيطلع اقتصادي. انا النص ديالو البنات غنخليه للماكله، والنص غادي نحكو نديرو في الفريزر في لي ساشي بحال هكا.
فاش نوجد شي حاجه بحال هكا ديال المملحات لي غراتان الباستا يكون عندي في الفريزر. البنات راه فيه ثلاثه ديال الانواع، كاين الايدام هو اللي جبت انا اليوم، وكاين الايمنتال، وكاين الشيدر، على حسب نتوما شنو كيعجبكم النوع ديال الفرماج اللي كيعجبكم. المهم جبت هذا هذا راه يدي ليا تقريبا شهر البنات. جبت هنا اليوغورت هذا ديال مولير، كانوا دايرين ليه نقص ليه من الثمن تقريبا واقيلا غير بشي اورو 40، جبت منه جوج. انا عاده كنجيب ديال ليدل، راه عارفين هالبنات اللي متبعيني في القناه، اصلا الطعم ديالو بحال دانون ديال المغرب. ضروري كنجيب هاد الكوكو هذا ولا جوز الهند، كان سبق ليا وشاركته معكم في فيديو ديال الشهر اللي فات، زوينه البنات هذا ميدم. كنخلي هكا غير بلا بغيت نصايب بيه بحال هكا غريبه بالسميده والكوك، ان شاء الله غنعاود ننزلها معكم في القناه، كان سبق ليا وشاركتها معكم، غنعاود نصايبها في هذا العيد هذا وضروري ما نشاركها معكم. بالنسبه للبنات اللي كيتقدوا من ايبرتوزانو الحمراء ولا النخاله، راه متواجده غير بشي اورو تقريبا البنات. هذه كندخلها انا، كنت سبق ليا ودرت معكم بها الغريبه، وكان ندخلها بحال هكا في الخبز، وموجوده في جميع لي سوبر مارشي البنات غادي تلقاوها. جبت هاد الكوكا البنات غير لقيتو رخيص وانا نهزو تقريبا بشي 70 سنتيم 250 غرام، غادي نخليه غير بحال هكا للتزيين ديال الكيك وديال الحلويات. اما الاخر البنات راه كتجيبيه الغريبه، البنات اللي عزيزه عليهم الغريبه بالكوكو السميده، الاخر راه ميدم كتجيبيه زوينه ان شاء الله. كما قلت لكم غنعاود نشاركها معكم. هاد الشهر هذا ما جبتش التيت ديال التصبين حيت مازال عندي، كنجيب الكرتونه الكبيره كتدي ليا 3 شهور 4 شهور البنات. كل مره الصراحه شنو كندير، مره ديكسان مره سولي، على حساب كل مره وفاش ناقصين. فجبت في بلاصتو هاد المعطر هذا ديال الحوايج ديال كوكولينو، هذه فيها 4 يترو تقريبا بشي 2 اورو 50. صراحه هذه انا كتخرج ليا الشهر وكتفوتو. وجبت معاها هذه ديال فيليتشي اتزورا بالريحه ديال الخزامه، حتى هو تقريبا فيه شي 3 ايترو بشي 2 الاورو، ما وصلش 2 الاورو. المهم هادو غادي يفوتوا ليا الشهر البنات. من ليدل جبت غير شي حويجات اللي بقاو خاصين اللي ما جبتهمش من ايبرتوزانو، بحال مثلا السكر عندي باقي عندي من الشهر اللي فات تقريبا واحد 2 كيلو، جبت غير 2 كيلو اخرى باش ندوز بهم هاد الشهر هذا. تقريبا 4 كيلو كتكفيني في الشهر كامل. جبت هاد الجبنه هذه ديال الريكوتا، كان نصايب بها بعض المرات الحلويات ولا حتى الفطور ديال الصباح البنات، راه زوينه هذه تقريبا غير بشي 55 سنتيم. لا كونفيتور ديما كنجيبو من ليدل لانه كيعجبني الطعم ديالو. جبت وحده ديال الفريز، اصلا لقيتهم ناقصين فيهم، دايرين لهم غير اورو القرعه. جبت وحده ديال الفريز ووحده ديال المشماش. جبت معايا الزيت غير 2 يترو حيت باقي عندي الزيت الروميه من الشهر اللي فات تقريبا شي 2 يترو. وبلاتي نوريكم واحد الزيت جبتو معايا من ايبرتوزانو، هاد المره جبت هادي، صراحه كنت جربتها واحد المره البنات وعجبتني غير هكا الطياب. جبت هادي فيها 2 يترو تقريبا بشي 3 اورو 30، هادي من ايبرتوزانو صراحه البنات زوينه الطعم ديالها زويون، انا كنطيب بها البنات مخليها غير الطياب. صافي شنو جبت اخر من ليدل، جبت هاد العصير هذا للدراري، هذا لقيتو حاطينو جديد ملتي فيتامين غير بحال هكا للمدرسه، جبت منه جوج. جبت معايا الموتساريلا غير جوج بحال هكا الشلاضه، هذه اللي كتكون في الماء. جبت هنايا الخميره ديال الخبز باقيه عندي من الشهر اللي فات، زدت غير وحده، هذه راه تقريبا فيها واحد جوج ثلاثه اربعه فيها 6 البنات، راه ديما كنشاركها معاكم. جبت سكر فانيلا لي ساشي ديال السكر فانيلا بحال هكا الحلوه، والخميره ديال الحلوه من طبيعه الحال، هادو ديما كنجيبهم من ليدل كيعجبوني صراحه. جبت معايا الزبده المارغرين، هنايا هاد الباربه هادي اللي كتكون طايبه غير كتجبديها وتقطعيها. جبت معايا هنايا البلاستيك الغذائي، هذا ديما كنجيبو معايا من ليدل. جبت معايا الكارطة دا فورنو، هادي كنجيبها اللي مقطعة فيها 30 ورقة تقريبا بشي اورو 40 باش كنجيبها الكارطة دا فورنو.
الرز هذا اللي خاص بالصفه تقاد لي جبش هاد الباكيه هادي فيها 2 كيلو صراحه هادي راه كتفوت ليا الشهر البنات حيت مره كندير هذا الصفار مره الاخر البيض كل مره وباش كنخدم هادي تقريبا بشي 2 الاورو صافي وجبت ملي دير بحال هكا البيض جبت غير 2 حيت باقي عندي البيض وراكم عارفين كتكون فيه التاريخ ديال الصلاحيه قريب فما كنكثرش منه حتى كنبغيه وكنجيبو شنو اخر جبت هاد لي بيسكوي هادو هاد لي بيسكوي هادو هذا ديال بالوكو هذا ديال الزرع هادو صراحه هاد 2 ديال الباكيات البيسكوي خديتهم من ايبيرال كانوا ناقصين لي الثمن كيديروا 2 اورو ديري لهم 1 الاورو هذا ديال الانتغرالي ديال الزرع وجبت هذا بحال هكا غير الفطور مني ما كتصبح عندي ما كيصبح عندي لا خبياز لا كيك لا حتى شي حاجه كينفعوني هاد لي بيسكوي هادو اللي كيكونوا جاهزين من لي سوبر مارشي غير الفطور البنات فهاديك البلاستيكه جبت غير شويه ديال الخضره لقيتها ناقصه في الايبيرال كيديروا لها ديما 1 الاورو بالنسبه للبصله والبطاطا جبتهم من ايبرتوزانو حيت كيديروا الساشي الكبير ديال 5 كيلو ولا ديال 10 كيلو وكيكون ناقص في الثمن تما جبت غير شويه ديال الدنجال شويه ديال القرعه الخضراء مطيشه وشويه ديال المعدنوس والبنان هما اللي كانوا خاصيني ومن طبيعه الحال كما قلت لكم هذوك راه من ايبيرال هما وهذوك 2 ديال لي ساشي ديال البسكوي كنخليهم غير الفطور ديال الصباح صافي اخر حاجه غادي نشاركها معكم هاد الخنشه هادي ديال الطحين ديال 5 كيلو جبتها من ايبرتوزانو ديال سيمولاري ماتشيناتا ديال الكرانو دورو طحين سبيسيال ولا طحين صفر غادي نخليها غير الخبز حيت جاتني رقيقه بزاف كان سبق ليا وجبتها واحد المره وخليتها غير الخبز وتا دابا غادي نخليها البنات نعجن بها غير الخبز بحال هكا نخلط معها شويه ديال الدقيق ديال الزرع سبق ليا وشاركته معكم في واحد الفيديو كنجيب الخنشه ديال 5 كيلو الدقيق ديال الزرع بالنخاله ديالو تقريبا بشي 3.50 اورو غادي نخلي لكم الرابط اللي كنت ديال الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه الدقيق ديال الزرع لتحت في صندوق الوصف صافي البنات هادو هما الحويجات اللي جبت هاد الشهر هذا بزاف ديال الحوايج ما شاركتهمش معكم باش ما يجيش التكرار في الفيديوهات كنوريكم الحويجات اللي تستافدوا منهم في كل فيديو كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ولا المحتوى ديال الفيديو ديال هذا النهار يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا ولو القليل كما قلت لكم التقضيه الشهريه راه كتختلف من دار لدار على حسب عدد الافراد على حسب واش خدامه غير المراه ولا الراجل على حسب الدخل الفردي ديال كل اسره داكشي علاش كنقول لكم ديما راعيوا لهاد الحويجات هادو غادي نقول لكم بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله نهاركم مبروك.